عسلامة، إن شاء الله تكونوا بألف خير. يا ربي ليكم وحشة كبيرة، أما جيتكم ويدي مليانة بحويجة بينا نحبكم تجربوها على خاطرها سهلة مهلة وفكرة تهبل لعشاء راس العام إذا كانت تحبوا طبق جانبي يعمل الكيف. أول حاجة باش نعملوها هي البطاطا. خذيت هيك البطاطا الصغيرة أغسلتها واستخترتها، باش نفوحها بشوية زيت زيتونة وباش نزيد لها شوية لفاحات. اللفاحات هما شوية فلفل أكحل، رشة ملح، باش نحط زيدا شوية ثوم بودرة ياسر يبنن البطاطا، وبالطبيعة رشة كركم صغيرة باش تعطيها لون مزيان. وهوني عندي عرايفات إكليل شايح، إذا كنت تحبوا تحطوا إكليل أخضر زيدا راهو عادي. نخلطوا المكونات الكل، نخليه الفور متاعنا يسخن على درجة 200، نخلطوا البطاطا حتى تتأكدوا إنه هي تغلفت بالزيت واللفاحات، باش نحطوها في كساشي متاع الفور هذية سبيسيال فور ما أنت تلقاوها ما أنت في العطارة. نحطوا البطاطا متاعنا، نسكروا عليها مليح مليح ونحطوها في طبق فرن وندخلوها طيب سويعة من زمان. وبالنسبة للرولة دجاج، باش نستحقوا 500 غرام صدر دجاج مفروم، رشة معدنوس، باش نزيدوا عليه فص أصفر عظمة، رشة ثوم مرحي بودرة، رشة ملح، فلفل أكحل، الفحات اللي تحبوا تحطوهم زيدوهم. وبالطبيعة ما ننساوش فيح الدجاج، نكثروا شوية باش يجي الرولي متاعنا بنين برشا. دونك نخلطوا المكونات الكل، باش نفرشوني بابي فيلم باش نحط الصدر متاعنا بعد لفوحناه، وشوية زيت زيتونة باش هكيكا نطرح على هيك البابي فيلم هذيك على شكل معناتها طبقة ماهيش خشينة وماهيش جويدة، مستطيلة هكا، خاطر باش نحشيوها من بعد ونروليوها باش تعطينا منظر ياسر مزيان. دوك نعاون هكا بإيدي شوية، وبعدين نحط طبقة أخرى متاع بابي فيلم، وبالقلقال شوية شوية نحاول نطرحها حتى لوين تحصلوا على طبقة كما قلت لكم ليه خشينة وليه جويدة. وللحشو متاعنا هوني راهو اختياري كما تحبوا، أنا استكفيت بوراق سبناخ مغسولين وشوية فلفل أحمر مشوي. تنجموا تزيدوا أي فاكهة أخرى معها، مش جبن اللي تحبوا، أنا عملته بسيط على الأخر ولعبت على الألوان فقط باش تعطينا منظر مزيان. دونك نحط الحشوة الكل من الجنب ونروليوها ونكبسوا عليها أو ميم طون، باش هكيكا الحمى متاعنا يلصق في بعضه، ومن بعد في القصان تجيكم ترانش كاملة مكملة تعمل 66 كيف. نغلفوها بالطريقة هذه ونكبسوا عليها من الجنب لين تحصلوا على هكا، شفتوا الشكل متاعها هكيكا بالضبط. نسكروها من الجنب، وبالطبيعة باش نلفوها بالبابي ألمنيوم، نحكموا الغلق متاعها دو تيل فاسون ما يدخلهاش الهواء. Entre temps نخلي الماء يغلي، وباش نحطوها تتفور على الكسكس كيما تحبوا تطيبوها في الفور زادة على درجة 200 لهنا انتو محرر، لكن الطريقة هذه حسيتها أسهل. بعد لتعدت ساعة ونص بالضبط نخرجوها، نعملها دهنة هكا بشوية زبدة، وباش نعاود نجمرها في الفور على درجة 200 جوست تاخذ هيك التحميرة البنينة. نخليوها ترتاح ربع ساعة ونبداو نقصوا، وشوفوا هيك الديكوب معزة ومبنها ومحليها، شكلها ياسر بنين والبنة ما تحكيش. بالحق نحبكم تجربوها على خاطرها سهلة على الاخر وما تاخذش وقت، وحاجة بنينة تعمل الكيف باش يشيخوا عليها الكبار والصغار. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نخليكم توا في امان الله، وباي باي وبالسلامة.